أهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهة دي هنفتح ملف تنمية سيناء ودلالة الدعم الرئاسي المتواصل لتحسين الخدمات بجميع القطاعات مع نشر التنمية والبناء في كل المجالات في إطار رؤية شاملة. اسمحوا لي أرحب بضيفي سيادة اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير الأسبق ورئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق. مساء الخير وأهلا بك يا فندم. مساء النور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني خلينا نبدأ من الاهتمام والدعم الرئاسي غير المسبوق لتعمير ولتنمية سيناء. شايف هذا الاهتمام الرئاسي ودلالته إيه؟ هو حضرتك طبعا تنمية وتعمير سيناء اتأخروا شوية، كان طبعا المفروض من فترة كبيرة جدا كان بدأ هذا التعمير بهذه الدفعة القوية للنقادة السياسية اللي هي بتتعمل حاليا، لكن في الحقيقة يعني احنا تداركنا هذا الأمر والحمد لله. يعني حوالي 7 سنين اللي فاتوا دول حصل تنمية شاملة سواء في سيناء، في محافظة شمال سيناء ومحافظة جنوب سيناء، سواء على المستوى الخدمي، لأن التنمية زي ما حضرتك عارفة بتنقسم لشقين: شق خدمي بيرفع من جودة الحياة بالنسبة للمواطن، وشق اقتصادي واجتماعي بيرفع مستوى معيشة المواطن بصفة عامة. فطبعا في دعم غير مسبوق للمشروعات، سواء كانت جميع المناحي بقى، سواء كانت زراعية، صناعية، تعليمية، سياحية، في جميع المجالات. ده كان في حضرتك فترة برضو كانت المشكلة هي عزوف المستثمرين عن التنمية أو المشروعات في سيناء بصفة عامة. يعني كانت الدولة بقى لها فترة كبيرة جدا بتعمل بنية أساسية في سيناء لكن مفيش مشروعات. فبصراحة كان في لينا رؤية في جهاز التعمير من فترة كبيرة، يعني ان يعني كان لازم الدولة تبقى هي قاطرة التنمية في سيناء عشان تشجع المستثمرين ان هم يروحوا وراها للتنمية والتعمير في سيناء. وفعلا يعني القيادة السياسية كان ليها هذا التوجه وهذه الرؤية، ودفعت بأجهزة الدولة كلها والقوات المسلحة معاهم، وعملوا نهضة شاملة غير مسبوقة في سيناء الحقيقة. طب احنا بنشوف فعلا انه الرئيس بيتابع بنفسه يعني كل المشروعات القومية الحقيقة عن قرب، بما فيها المشروعات القومية الخاصة بتنمية سيناء. لأي مدى هذا الاهتمام الرئاسي والمتابعة القريبة جدا والدقيقة جدا، لأي مدى ده خلينا نقول ايه بيسهل في عملية التنمية في سيناء، بيسرع كمان من عجلة او دوران هذه المشروعات؟ هو زي ما حضرتك عارفة برضو احنا عشنا فترة كبيرة جدا من حياتنا في الدولة المصرية في بيروقراطية جامدة جدا كانت موجودة. يعني الحقيقة البيروقراطية دي كان لازم تتكسر بالمتابعة الشديدة من أعلى مستوى، وده فعلا ده اللي بيتم دلوقتي. يعني متابعة القيادة السياسية لجميع المشروعات اللي بتتم في الدولة سواء في سيناء أو في أي منطقة من مناطق الجمهورية بيدي دفعة كبيرة جدا، وبيكسر روتينيات كتير جدا كنا تعودنا عليها من زمان في الجهاز الإداري للدولة. وطبعا لما بيحصل الكلام ده من أعلى مستوى في الدولة فبينتقل تدريجيا إلى جميع مستويات الإدارة في كل أنحاء مصر، وبالتالي فده برضو أيضا بينعكس على سيناء. طبعا. طب الحقيقة أنه الرئيس دايما كمان بيوجه بمش بس إقامة المشروعات، ولكن المشروعات يكون ليها تأثير إيجابي وتأثير على حياة الناس في سيناء، سواء كانت يعني مشروعات ليها علاقة بالتقاليد والحياة البدوية، مشاريع تنعكس زي ما قلت إيجابيا على حياة الناس وتسهل عليهم الحياة. يعني فكرة فعلا الاهتمام بهذا النوع من المشاريع شايفها زي ست اللو؟ هو طبعا حضرتك أعلى جودة مشروعات التنمية هي اللي ترتبط بالمواطن الموجود اللي احنا قصدينه بالتنمية. ما بيكون المواطن ده بيشاركنا في هذه التنمية مش شرط هو شاركنا بنفسه، لا، يعني احنا بناخد أفكاره وبناخد بيئته وبناخد اجتماعياته اللي موجودة وبننمي عليها أو بننمي على أساسها. فده طبعا بيخلق طفرة جامدة جدا في التنمية بالنسبة لهذه المجموعة أو هذه المواطنين الموجودين في هذا المكان. لو حضرتك الموضوع ده لو ما اتخدش في الاعتبار ما بتبقاش التنمية بالأسلوب وبالجودة المنشودة. فاتورة تنمية سيناء بالمناسبة وصلت ل 600 مليار جنيه من 2014 ولحد النهاردة، قراءتك للرقم إيه؟ طبعا رقم كبير جدا، بس ده حضرتك يعني مش رقم كبير على
بقعة غالية علينا كلنا وتمثل لنا أهمية كبيرة جدا بالنسبة للأمن القومي المصري، زي ما حضرتك عارفة التنمية والتعمير مقوم أساسي من مقومات الأمن القومي، لأن هو بيحقق الدفاع عن المنطقة بطريقة أو بأخرى من هذا المنطلق اللي هو منطلق التنمية والتعمير. طيب أنا هستأذن حضرتك ست اللواء إن احنا نروح قبل ما نكمل بس حوارنا، نروح نشوف هذا العرض اللي بيتناول أهم جهود التنمية في سيناء منذ عام 2014، نتابع ونرجع نكمل حوارنا. مرة تانية بنرجع لحضرتك ست اللواء محمد ناصر. ست اللواء، يعني بعد ما تابعنا العرض ازاي تحولت فعلا سينا من مكان طارد للأسف للسكان لمكان جاذب ليهم بعد هذه المشروعات التنموية؟ حضرتك في مشروعات في الحقيقة كانت يعني اتأخرت كتير جدا، والحمد لله انها اتنفذت في هذه المرحلة، على رأسها طبعا الأنفاق اللي امتدت تحت قناة السويس. انها كانت معوق كبير موضوع ان انا ننقل سواء العمالة أو المكونات أو مستلزمات التنمية من غرب القناة لشرق القناة، كان بياخد وقت كبير جدا وليه معوقاته شديدة. الأنفاق كده سهلت الموضوع ده بشكل كبير جدا، ده بخلاف بقى حضرتك عدة كباري موجودة على قناة السويس، شبكة طرق محترمة جدا اتعملت جوه سيناء، عدد من الوحدات السكنية كبير جدا موجود، محطات المية والصرف، مشروعات الكهرباء زي ما شفنا في التقرير النهارده، سينا تقريبا 95% منها متغطي بشبكه الكهرباء العموميه للجمهوريه، ودي حاجه طبعا نفتخر بيها. بالاضافه طبعا في مشروعات زراعيه موجوده كبيره جدا. لو اتكلمنا عن الطرق فعلا، يعني انشاء طرق او طرق باجمالي اطوال تبلغ 2400 كيلومتر، يعني ازاي دي فعلا بقت شرايين للتنميه مفتوحه في سينا؟ هو حضرتك في طرق كانت طبعا طرق ضيقه والمشي عليها كان متعب، الطرق دي اتوسعت واتعملت اتجاهين، بقت طرق سريعه محترمه جدا. وطبعا زي ما حضرتك عارفه ما بيتعمل طريق بجوده عاليه بتنشا حواليه تنميه، فبيساعد في تطوير هذه التنميه. مقومات طبعا البنيه الاساسيه كل انواعها طبعا بتساهم في التنميه بشكل رئيسي، لان هي القاعده الرئيسيه للتنمية. زي ما حضرتك عارفة برضو موضوع معالجة مصرف المحسمة، مصرف بحر البقر وخلطه ببحيرة السلام، يعني هنا في 6 مليون وهنا حوالي مليون، الكلام ده كله مية، دي كلها بتساعد ان احنا نزرع مساحة كبيرة جدا من الاراضي الزراعية. بالاضافة حضرتك برضو يعني كان جهاز التعمير والقوات المسلحة كان في فكره اللي هو كان في بقى في وسط الجبال في وسط سينا كانت في مشكله بالنسبه للسكان، حضرتك طبيعه اهالينا في سينا في المنطقه دي لازم يعيشوا على ارضهم في او الارض اللي نشأوا فيها في تجمعات قليله في وسط الجبال. فعشان الدوله كانت توصل لهم بالبنيه الاساسيه ومقومات الحياه عموما كانت مشكله صعبه جدا، فكنا فكرنا نعمل اكتفاء ذاتي لهذه التجمعات على اساس ان احنا نوجد مصدر مائي ونعمل عليه حضرتك 50-60 فدان نزرعهم، حوالي 10 صوب زراعية، مزرعة سمكية، نخيل، أشجار فاكهة، المتجمع بينمو والتجمعات اللي حواليه ذاتيا بتمتد أو بتتعلم وتتدرب من هذا التجمع وبتفتح عليه وبتزيد المساحة. مع الوقت طبعا الدولة بتدخل بقى بتعمل مثلا مدرسة نظام فصل واحد، بتعمل وحدة صحية، بتعمل نقطة شرطة، بتعمل مسجد، بتعمل حاجة زي المضيفة،
فبتتنمى هذه المجتمعات ذاتيا من غير ما تكلف الدولة عبء بقى انها توصل لها كل هذه الخدمات لغاية عندها. فكرة ان الاستثمارات امتدت لمجالات مختلفة ومتنوعة في سيناء، يعني أهمية التنوع ده صحيح شايفها ازاي؟ زي ما حضرتك كنت بتقول من شوية انه في مجالات مختلفة. هو حضرتك حسب طبيعة المنطقة اللي ممكن اعمل فيها نوع معين من التنمية، يعني في اراضي صالحة للزراعة، وطبعا بيبقى الاهتمام بالزراعة دي شيء رئيسي لان هي اللي بتساعد على الانتشار وعلى العمران زي ما حضرتك عارف، لان بتستهلك اكبر مساحة من الارض، فهذه المساحة بتستقطب سكان كتير فبينتشروا في الارض ده، وده اللي احنا كنا مستهدفينه مشروع قومي لتنميه سيناء، ان كان المفروض في 2017 يبقى في 3 مليون مواطن موجودين على ارض سيناء. الموضوع ده هيتحقق بقى دلوقتي لما المشروعات دي تكتر، سواء كانت زراعيه او صناعيه، عندنا مناطق تصلح ل انها تعمل فيها مناطق صناعيه زي بير العبد، زي الأمطار شرق، زي ابو زنيمه، في مناطق بتصلح للتنميه التعدينيه في وسط سيناء كتير، زي ما حضرتك عارفه في مصانع اسمنت، في مصانع رخام موجوده. طبعا لو اتكلمنا بقى عن السياحه حضرتك، طبعا يمكن في جنوب سيناء في مشروع واعد في منطقه الطور، كان سياده المحافظ كان تحدث عنه من شهرين تقريبا، انها تبقى المنطقه بتاعه طور سيناء وسانت كاترين دي في مثلا في سنوات قليله جدا من اعلى مناطق السياحه في العالم كله. نفس الكلام ان شاء الله هيتم في شمال سيناء، لانها فيها شواطئ مش موجوده في العالم كله حضرتك، شواطئ على البحر الاحمر، البحر الابيض المتوسط، شواطئ رمليه مش موجوده خالص في البحر الابيض بالكامل. ممكن تعمل عليها برضه مشروعات سياحيه عديده في شمال سيناء. لو اتكلمنا عن الخدمات كمان التعليميه والصحيه المقدمه للمواطنين الان في سيناء، قولي شايفها ازاي وايه التطور اللي حصل فيها، يعني ايه الاختلاف اللي حصل عن سنوات سابقه؟ طبعا حضرتك حصل طفره كبيره جدا في عدد المدارس اللي موجوده، اتعملت كذا جامعه في السبع سنين اللي فاتوا في شمال سيناء او في جنوب سيناء. تم تطوير بقى حضرتك اللي هي المنشآت الخدميه عموما، سواء مراكز البريد، المنشآت الحكوميه نفسها. طبعا حضرتك هذا الكلام بنقدم للمواطن الخدمه في صوره حديثه ومحترمه، فبنجود حياته او بنخلي حياته او معيشته جوده عاليه يعني. ده بالنسبه للناحيه الخدميه. طب بالنسبه للمشروعات التنمويه واتاحه فرص عمل، يعني في خمس مناطق صناعيه تنفذوا 117.8 مليون جنيه الضخ كقروض لتمويل المشروعات الصغيره، شايف ده اثره ايه على المواطنين في سيناء يا سياده اللواء؟ حضرتك التنميه بصفه عامه بتنقسم لشقين رئيسيين، زي ما اتكلمنا عن الناحيه الخدميه، ان برفع جوده الحياه بالنسبه للمواطن اللي بقدم له خدمه سلسه وحديثه. الناحيه الثانيه اللي هي الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه، دي بتنقسم حضرتك لمشروعات، مشروعات بتنقسم لمشروعات صغيره، مشروعات متوسطه، مشروعات كبيره او عملاقه، او بنسميها مشروعات القوميه. حضرتك المشروعات الصغيره والمتوسطه دي بتتم مرتبطه بالتجمعات السكانيه المختلفه وطبيعه النشأه وطبيعه الثقافه بتاعتها. المشروعات الكبيره بتتم في مناطق الدوله بتختارها حسب المصادر بتاعه التنميه المطلوبه او لهذه المشروعات. طبعا المشروعات الصغيره والمتوسطه دي بتعود بالنفع على اهالي المنطقه ذاتهم، بتوفر لهم فرص عمل عديده، فبالتالي بترفع مستوى دخلهم ومستوى معيشتهم. المشروعات الكبيره ايضا بيشترك فيها اهالي سيناء برضو، ويشترك فيها مواطنين برضو موجودين من باقي الجمهوريه. دي حضرتك مشروعات كبيره جدا بتعود بالنفع على اهالي سيناء وعلى الاقتصاد القومي المصري بصفه عامه. طب لو اتكلمنا عن المشروعات الخاصه بالكهرباء والطاقه اللي بقت بتحقق فائض 25% بعد ما كانت سيناء بتعاني من نقص، يعني في هذا القطاع او في هذه او هذا الملف الكهرباء والطاقه، قول لي اهميه ده ايه؟ حضرتك هي الحياه مقوماتها ميه وطاقه اساسا بصفه رئيسيه يعني. لو جينا اتكلمنا على موضوع مشروعات الكهرباء بصفه عامه، ده حضرتك ال 25% ده يمكن في سيناء بس الفائض، لكن حضرتك عندنا فائض كهرباء دلوقتي
في جمهورية مصر العربية بيصل لأكثر مثلا من 60%. يعني حضرتك احنا عشان بس نوضح للسادة المشاهدين حجم الفرق اللي حصل، احنا كنا في سنة 2014 كان طاقتنا كلها حوالي 24 جيجا، استهلاكنا كان 30 جيجا وات، فكان في فرق حوالي 6 جيجا على مستوى الجمهورية. ده كان بيعمل أزمة كبيرة جدا، والكل شوية الكهرباء بتقطع في مناطق عديدة جدا. النهاردة حضرتك احنا وصلنا لحوالي 60 جيجا تقريبا، واستهلاكنا ما يقرب من 35 جيجا، فعندنا فرق 25 جيجا من 60. ده بيمثل حوالي 60-70% من حجم الطاقة الكهربية المنتجة. طبعا الدولة بتفكر دلوقتي انها تصدر هذه الطاقة الزايدة عشان ما تبقاش فايض غير مستغل، يعني بالتعاون مع الدول الشقيقة من حولنا ان احنا نصدر لها هذه الطاقة. أهمية تواصل جهود تنمية شمال ووسط سيناء يا سيادة اللواء، ليه مهم ان احنا نستمر في هذه الجهود؟ هو زي ما بقول لحضرتك، التنمية طبعا بتعني عمران لهذه المنطقة، وهذا العمران بيحقق أمن وأمان للمنطقة اللي بيتم فيها، لأنها التنمية والعمران حضرتك يعني يمكن يطول الشرح فيها جزء ومقاوم أساسي من مقومات الأمن. فطبعا انتشار هذه التنمية في سواء في الوسط أو في الشمال، والمناطق طبعا كان يمكن حاصل فيها كانت مشاكل في الفترة اللي فاتت، والحمد لله بيتم القضاء عليها تدريجيا، وصلنا لمرحلة كويسة جدا متقدمة جدا في القضاء عليها. إن شاء الله لما تنتشر هذه التنمية في هذه المناطق بالصورة اللي حضرتك بتتكلمي عليها، طبعا هيختفي هذا الكلام وهذا الإرهاب من هذه المنطقة تماما. يعني ممتاز. عايز أتكلم عن جامعة الملك سلمان. يعني الجامعة دي طبعا بتخدم أو ليها ثلاث فروع، راس سدر، الطور، وشرم الشيخ، وبتخدم أهالي هذه المناطق. أهمية الجامعة دي إيه؟ تأثيرها إيه؟ ولأي مدى ليها دور يعني في التنمية في سيناء؟ تمام. هو حضرتك طبعا الجامعة بتأدي دورين، دور تعليمي ودور بيخدم المجتمع اللي هي موجودة في الجامعة. يعني فكان قبل كده حضرتك جميع الطلاب الموجودين، أبناء الموجودين في مثلا منطقة زي جنوب سيناء اللي فيها هذه الجامعة، بينتقلوا طبعا إلى باقي مناطق الجمهورية عشان يتعلموا، وبعدين بيعودوا بعد كده بشهاداتهم. عايز أقول لحضرتك برضو وجود جامعة بيوفر هذا الكلام، إن الناس تنتقل بقى، وتكاليف كبيرة جدا على أهالينا في سيناء إن أولادهم يتعلموا مثلا في وادي النيل وكده. أول حاجة بتوفر هذه التكاليف، وتاني حاجة طبعا بتعود وجودها في قلب منطقة زي جنوب سيناء بيدعم البيئة وبيدعم مجتمع وبيدعم مشروعات التنمية بالخبرات اللي موجودة عند هيئة التدريس. أنا يعني أخيرا عايز أشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير الأسبق ورئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق. حضرتك شرفتنا ونورتنا، وبالتوفيق دايما. شكرا لحضرتك. بشكرك. وخلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل موكتنا الثانية وضفتي الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي. استنونا.